أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. خبر عاجل منذ قليل بخصوص النجم رياض محرز، مثول النجم الجزائري رياض محرز أمام القضاء الإنجليزي بسبب قيادته لسيارته بطريقة متهورة وتجاوزه للسرعة المحددة. ضبط محرز وهو يسير بسرعة تصل إلى 193 كيلو متر في الساعة في منطقة يفترض ألا تتجاوز السرعة فيها 113 كيلو متر في الساعة. الحكم على محرز بدفع قيمة مالية تصل إلى 2500 جنيه استرليني، إضافة لحرمانه من رخصة السياقة الخاصة به لمدة 56 يوما.